قرروا لهذا العرس القرآني احتفاء بأخ طالب جابر العثماني. فكما لاحظتوا فالعرس الحمد لله فقرات ديالو كانت الحمد لله يعني على مستوى يعني كانت تذكيره من الشيوخ اللي ذكرونا بالقران وب يعني ب ما كيلزم الطالبه باش يعني يمشيو على النهج ديالو باش الحمد لله يتوفقوا في المسيره ديالهم. وصراحه هاد الكلمات لقات الصدى ديالها يعني في قلوب ديال الطلبه يعني والتلاوات كذلك. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أيها الإخوة الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتجالسين فيه ومن المتزاورين فيه ومن المتحابين بجلاله الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جلستنا هذه أيها الأحباب الكرام جلسة مع أهل القرآن، وجلسة احتفال بطالب من طلاب القرآن الكريم وأسرة من الأسر التي وهبت نفسها ووهبت أبناءها لخدمة كتاب الله عز وجل، أسرة آل العثمان التي نحتفل معها في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك إن شاء الله. نحتفل مع هذه الأسرة المباركة التي وهبت أبناءها دعما لكتاب الله عز وجل، وتضامنا وتعاونا مع هذه الجمعية الطيبة المباركة، جمعية الإمام أبي شعيب الدكالي، والتي حفظ فيها عدد من أبناء هذه الأسرة المباركة حفظوا فيها كتاب الله عز وجل. مع هذه الأسرة الطيبة نحتفل جميعا بالطالب ياسر العثماني والمشهور عند الطلبة بجابر، فهو ياسر وهو جابر وكلاهما من أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير ما نفتتح به هذا الحفل المبارك آيات من كتاب الله عز وجل يتلوها على مسامعنا الطالب محمد أرجدال، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم جزاك الله خيرا إنه اصطفاء الله سبحانه وتعالى من اصطفاه رب العزة والجلال لخدمة هذا الكتاب العزيز هذه الخدمة التي هي أشرف خدمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فالله تعالى يختار لهذا الكتاب في كل زمان وفي كل مكان من يخدمه ومن يكون في خدمته وهؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا الكتاب هم خير البشرية لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه فما أعظمه من اختيار وما أعظمه من اصطفاء
أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى من بين هذه الآلاف والملايين من البشر، أن يصطفيك ويختارك لخدمة كتابه، فتكون حافظا من حفاظ هذا الكتاب، وتكون تاليا من التالين لهذا الكتاب العزيز. نعم أيها الأحباب، إنه لفرح عظيم أن يحتفى بأهل القرآن الكريم، وأن يحتفل بصاحب القرآن الكريم. هذا العرس الذي لا ينسى في حياة حافظ القرآن، العرس الذي يحتفل فيه بختمه لكتاب الله عز وجل، وانضمامه إلى تلك الكوكبة العظيمة، كوكبة الصالحين، كوكبة خدام كتاب الله عز وجل، الكوكبة التي كتب الله عز وجل لها الخيرية من بين بني آدم. وهذا أيها الأحباب لا يكون إلا بالتعاون والتضامن، التعاون من الأسرة ومن الأستاذ ومن المعلم ومن الطالب نفسه، ثم من الرفقة الصالحة التي يختارها أو تختار لهذا الطالب لتعينه على الخير ولتدله على الخير. وفي هذا الإطار إن شاء الله نستمع إلى كلمة للشيخ أحمد مرابط حول الجليس الصالح، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي الكرام، بارك الله لي ولكم في هذه الجلسة، ونسأله جل وعلا أن تكون جلسة في رحمته تعالى وابتغاء وجهه الكريم عز وجل. وذاك ظننا بالله سبحانه وتعالى، وذاك ظننا بإخواننا. حقيقة أن ما أفضل ما يحتفى به كتاب الله عز وجل، وأفضل ما يفرح به كتاب الله عز وجل. وإذا كان أفضل ما يفرح به هو القرآن، فكذلك يكون حامل القرآن تابعا لهذا الفرح. فشرف الشخص من موضوع علمه، شرف الشخص من موضوع علمه. ونحن نعلم أن القرآن أفضل العلوم، أن القرآن أفضل العلوم، وأن القرآن أشرف العلوم، كيف لا؟ وربنا عز وجل يقول مدحا لأهله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو أو فهي تزكية، وهو مدح، وهو اصطفاء، وهو رحمة لهؤلاء الذين عرفوا قيمة العلم بالله، وعرفوا قدر الله عز وجل، ثم عملوا
حتى يجمعوا بين العلم والعمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكيف لا؟ والله عز وجل جعلهم قوامين على هذا الدين وحمالين لهذا الكتاب. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كيف ذلك؟ والله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا الكون وهذه الأرض وهذا الملأ لا يدوم إلا لأهل القرآن. وإذا عمره غير أهل القرآن فهي عمارة باطلة وهي عمارة مغصوبة. لأن الأولى والأحق بأن يعمر هذا الكون هم أهل القرآن، لأنهم أهل الله وخاصته. هؤلاء هم أولى بالإعمار، وهم أولى بأن يجالسوا، وهم أولى بأن يصاحبوا، وهم أولى بأن يرافقوا، وهم أولى بأن يزاحموا بالركاب. لأن رب العالمين يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن لا صدق له بغير القرآن لن يكون له صدق ما تعلم من علم وما ادعى من معرفة وما ادعى من سمو وما ادعى من رفعة وما ادعى من إصلاح. لأنه لا صلاح لهذا الكون إلا بالقرآن وأهل القرآن. فإذا كان كذلك أو تقار هذا الأمر، ندلل على ذلك بالحديث النبوي الكريم، وهو بروايات متعددة، لكن استطيع أن نجمع أو نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نجمع بين الروايات المتعددة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا أو ريحا منثنة. حتى كان أعداء الإسلام في بدايته يجالس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب حق ولأنه صاحب منهاج ولأنه صاحب إصلاح ولأنه مبلغ عن ربه عز وجل. لأن إصلاحات بدون مجالسة أهل العلم هو إصلاح فاسد، وإصلاحات بدون مبادئ هو إصلاح فاسد، وإصلاحات بدون مقومات وبدون قيم إصلاح فاسد، إصلاحات بدون معنويات، بدون أن تربط الأمة بأصولها وأن تربط الأمة بمرجعيتها، هذا صلاح البهائم والحيوانات. لكن ينبغي أن يربط الإنسان بربه عز وجل. فإذا ما ربط الإنسان بربه فكل ما يأتيه من عند الله إلا وكان مقبولا عنده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينذر الناس وخرج إلى الصفا وقال: يا قوم، أو يا بني كذا، أو يا بني كذا، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني فإما أن تتبعوا هذا المنهج وتؤمنوا بهذه المبادئ
وإما لكم الدمار والخراب. هذه الأمة لن يصلح حالها ولن تستقر أوضاعها ولن يكون لها موقف أمام العالم أجمع إلا بهذا القرآن. ولهذا نرى دائما نلقي باللوم على الغير، لهذا نرى وذلك نتيجة لضعفنا المنهجي أو لتفرطنا في المنهج. لهذا نرى الغرب حاول أن يفصل بين الأمة وبين مبادئها، أن يفصل بين الأمة وبين قرآن ربها، لأن الأمة إذا بقيت بلا مرجعية وبقيت بدون مبادئ وبقيت بدون شيء تسندونها ظهرها سهل اختراقها وسهل جرها وسهل تلعبها. لهذا نرى أن الشباب يلهث وراء الماديات وراء التقليد. ما رأينا شابا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا شباب يقلدون أو يرفعون راية تحكيم الشريعة، إعمال القرآن، تحكيم الكتاب والسنة. ما رأينا هذا الأمر، ولو رأينا هذا الأمر لما تركنا أعداؤنا ولدمروا أرضنا تدميرا أبديا سرمديا. لكن عند النداء بالحرية العامة وعيشة العامة وعدم الحياة الخاصة فهذا أمر هين، أمر بسيط. لهذا لا ينبغي أن ننساق وراء المغريات وراء الدعوات وراء الصرخات وراء الصيحات، ولكن أن نجالس أهل الصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هنا ما يسمى بالصفة المشبهة أو بصيغ المبالغة. أعطاك صورتين، أعطاك صورة الجليس الصالح وما هي مميزاته وما ينبغي أن تستفيد منه، وأعطاك صورة الحداد أو نافخ الكير وما يقع في محله من حرارة ومن ريح نتنة، ثم أن تميز بين هذين الجلستين. تصور أنك جلست أمام صاحب مسك، حامل قرآن، صاحب موعظة، عالم من العلماء، وهذا صاحب الكير. فهنا عندما تستنشق الرائحة ينتعش قلبك، ينتعش فؤادك، ترتاح نفسك، يطيب ريحك، تطمئن، تجد راحة في النفس والضمير والعقل والقلب والمكان. ما كان طاهر، ما كان نقي، ما كان تنبعث منه يعني السعادة والطمأنينة. فهذا العمل، هذه الجلسة الربانية في الدنيا مع العلم ومع أهله ومع القرآن ومع، فهو يقودك إلى الطمأنينة والسعادة الكبرى الأبدية. هذا الصورة الثانية تجالس صاحب النار، الشارة تطير والجو حار والريح نتنة يفضي بك إلى العالم الآخر، أله عالم الرائحة النتنة والصديد والدماء والحرق. إذن فأنت الآن بين مجلسين، وربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحمد لله هناك مساجد، هناك دور القرآن، هناك حانات، هناك خمارات، لكن ما هو الرادع؟ ما هو الوازع؟ هو ارتباطك بالله عز وجل، ارتباطك بالله عز وجل. ترى هاتين الجلستين أو هذين المكانين فهناك رابط وقائد يقودك إلى الأجمل. ما هو الأجمل؟ أن تكون عبدا من عباد الله عز وجل. هذا هو الفخر، هذا هو الاعتزاز، هذا هو السمو، هذا هو الشرف، أن تنعى بنفسك عن عبودية العباد وتكون عبدا لله عز وجل، عبدا لله، لا أن تكون عبدا للنفس ولا عبدا للهوى ولا عبدا للغير ولا وإنما أن تكون عبدا وفي ذلك شرف.
من أراد أن يفتخر بحريته وأراد أن يفتخر بعلويته وأراد أن يفتخر بشرفه أن يكون عبدا لله. وربنا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هل العبد يكون عصيا على أن يغار به؟ عنده ارتباط، عنده ميثاق رباني، عنده عهد إلهية، عنده ما يميز به بين الطيب والخبيث وبين الجميل والقبيح وبين ما يفضي به إلى السعادة في الدارين وما يفضي به إلى الشقاء في الدارين. قد يظن الإنسان، وأنا أقول من باب المليان، يعني لما كنا نخرج من الجمع وكنا نشوف الدريجة من المدرسة، يعني كان ذلك نحس بنوع من الاحتقار ونوع من الدنو، لأن هذا يمثل الجيل المتحضر وهذا يمثل الجيل الرجع الظلامي كما يقول الأعداء. ولكن عندما يصبح المسلم ينظر بنور الله يميز بين هذا وذاك ويبقى ينظر بنور الشرع ويعلم أن من يحتقره الناس هو يمثل الدنيا بكاملها من الآخر الذي ينظر الناس إليه بالرفعة والعلو. إن الميزان ليس ميزان الناس، إن التقييم ليس تقييم الناس، إن التزكية ليس تزكية الناس، وإنما ينبغي أن تزكى من طرف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء المجاهدون العاملون الذين زكاهم الله ورسوله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هذه دعوة إلى أن ننخرط كلنا في هذا المشروع. أي مشروع؟ مشروع الشركات، مشروع الأموال، مشروع الفلاحية، مشروع منظومة العبودية لله عز وجل، وذلك بأن تتكلم بكلام الله عز وجل. هذا أكبر شرف، أن تتكلم بكلام الله عز وجل. هذا يتكلم بكلام ساركوزي، وهذا بكلام أوباما، وهذا بكلام أينشتاين، وهذا بكلام أفلاطون، لكن أنت أيها المسلم العبد الحر تتكلم بكلام الله عز وجل الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى وهو يعلم نفسه بنفسه سبحانه عز وجل. الأمر لا يقتصر على الشباب، على الصغر. احنا في البوادي كنقولوا هو الإنسان اللي كبير ما بقي وما يتعلم. لا، منهجنا منهج الصحابة الكرام. أليس قادرا على أن تعلم آية؟ بلغ، تعلمها وبلغ، بلغه عني ولا آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تفعل فتكون قد قصرت فيما استطعت. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهلك وخاصتك، واجعلنا من حفاظه والقائمين عليه والقيمين به، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام الفاضل على هذه الكلمة الطيبة والتي تدلنا على اختيار الرفيق الصالح الذي يعينك إذا رأيته ذكرت الله، إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك، خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن المترادفة، زمن الفتن التي تغري شبابنا وحتى شيبنا من كل جانب. أن تكون من أهل القرآن في هذا الزمان هذا تشريف وتكليف، تشريف من الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى اختارك، وتكليف يجب أن تحمل هم ما تحمله، أن تحمل هم هذا الكتاب، وأن تشعر في قرارة نفسك بأنك
تنوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب القرآن يحمل النبوة في صدره، إلا أنه لا يوحى إليه. لازلنا مع فقرات هذا الحفل ومع نشيد مجمع القرآن لفرقة العمرة، فلتتفضل. الإيمان ومجمع القرآن في واحة الإيمان ومجمع القرآن نقيم الاحتفال بمنهج الأدنان نقيم الاحتفال بمنهج العدنان بمجمع الطلاب الطيب الإنتاج بمجمع الطلاب الطيب الإنتاج نرضي به الرحمن ونرجوه الغفران نرضي به الرحمن ونرجوه الغفران والله يا إخوان أهلا ومرحبا والله يا إخوان أهلا ومرحبا سلاما طيبا إلى كل ولهان سلاما طيبا إلى كل ولهان ونمدح الرسول بالحب والقبول ونمدح الرسول بالحب والقبول وبالذكر نقول ارحمنا يا رحمن وبالذكر نقول ارحمنا يا رحمن في واحة الإيمان ومجمع القرآن في واحة الإيمان ومجمع القرآن نقيم الاحتفال بمنهج الأدنان نقيم الاحتفال بمنهج العدنان بمنهج العدنان وقبل أن نعطي القراءة للعريس عريس القرآن المحتفى به جابر العثماني نعطي الكلمة لشيخه وشيخنا الفاضل سيدي محمد السحابي يحدثنا عن هذه العادة التقليدية المغربية التي يحتفل فيها بصاحب القرآن وعن عرس القرآن كيف كان في زمانه وكيف أصبح في هذا الزمن يحيى أو تحيى هذه العادة الطيبة أو العرف الطيب لأن الإسلام يقر العرف إذا لم يتصادم مع الشرع فهو عرف طيب يحتفل به فيه بصاحب القرآن فليتفضل شيخنا السحابي مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أيها الإخوة كما سمعنا من الإخوة يعني أفضل ما نحتفل به هو كلام الله تبارك وتعالى أي القرآن الكريم
والاحتفال بالقرآن الكريم هو الفرح بالقرآن الكريم، هو فرح بالقرآن الكريم. أيها الإخوة، مثل هذا الاحتفال وفي يعني البوادي خصوصا، من تقريبا من 74 ما حضرت الاحتفال بالقرآن الكريم، من 74 يعني أكثر من 30 سنة. وهذا يعني سببه هو أن البوادي ما بقاش عندهم القرآن الكريم، وإلا كان هذا الوقت هذا وقت مارس وابريل، وكذلك في الصيف كان عرس هنا شوية كيظهر لك راه عرس العيد ديال القرآن الكريم، ولا شك الناس الكبار كانوا كيعرفوا هذه الأمور هذا. فكانت أعراس القرآن يعني موجودة في كل قبيلة من قبائل المغرب في البوادي، ولكن الناس في هذا الزمان هجروا القرآن الكريم واشتغلوا بالدنيا. أنا يعني هذه القبيلة وهذا السول هذا كانت من مراكز القرآن الكريم، كانت يعني مركز من مراكز القرآن، وزعائر وكل القبائل كلا شياض ما يعني كلها أحمر، كل القبائل كانت كلها مراكز القرآن الكريم. وكان البوادي يعني العروبية اللي القراءة فيها في القرآن الكريم والعلم أكثر من المدون، بل كانت واحد جهات صار العلم فيها أقوى من العلم اللي كان في فاس القراويين في التاريخ القرآن الكريم. وكان حفظة القرآن كلهم يعني من البوادي، والعلماء حتى العلماء كان من البوادي، وكان الأئمة أئمة المدن أئمة المدن كانوا من البوادي، وإلى الآن ما زال الأئمة من البوادي، الأئمة من البوادي ماشي من المدن، ولكن البوادي يعني وأغلبهم خصوصا هذه المناطق ديالنا يعني ما بقاوش كيقريو القرآن الكريم، القرآن الكريم قل. فكان العرس يعني بالقرآن الكريم في الحقيقة حفل عظيم كنا نحضره، وكان الناس يفرحون، القبيلة كلها يفرحون بالعرس، وكان القبيلة كلها كتجي العرس القرآن، وكل واحد جايب المحل ديالو الخيمة ديالو الخزانة ولا القيطون وكيبني حدا العرس، تيولي موسم وهما كيمولوا يعني العرس يحتفلون بالعرس. وكان يعني الطالب اللي يحفظ له احترام كبير في القبيلة، وكيولي يقولوا لي الفقيه، كانوا كيقولوا ما تيقولوش لي الطالب ولا كل اللي لقاه كيقول لي، ولا زال هذا الاسم هذا الفقيه، هو يعني يحفظ القرآن وكيقولوا لي الفقيه تعظيما يعني لشأني ولشأن القرآن الكريم. فكان هذاك العرس يعني عرس الطالب اللي يحفظ القرآن، القبيلة كلها كتجتمع والخيل كتلعب. ثم هذا الطالب اللي كيحفظ القرآن الكريم في ذاك النهار كيلبسوا ثياب بيضاء وكيركبوه على الفرس وكيمشيو به مثلا يعني الخزين هنا وهذا الخيام، وكيمشيو به مسافة بعيدة يعني بهكذا، وكيمشيو معاه الطلبة، وكيولي صف من 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 من, من جهة اليمين عليه وصف من جهة اليسار، وهو جاي في الوسط بالعود ديالو، والناس معرضين ليهم، الناس كيخرجوا من القياطن كلهم القبيلة كيخرجوا من القياطن وكيتعرضوا ليهم ويهزوه بالشرج ديالو ويحطوه في وسط الناس، كيحطوه في الوسط هنايا بالشرج ديالو وتيدوروا به الطلبة كيقراوا القرآن. فكانت واحد الهيبة للقرآن الكريم، كان الناس كيعرضوا القرآن كثير، كان الواحد لا إلى إلى ولده تيقرأ القرآن راه في القبيلة شي حاجة كبيرة. هذه أنا كنعرف ناس عندنا في القبيلة كان فقير ما عندوش شي حاجة، ولكن ولاده كلهم مدخلهم الجامع، هو كيسرح هو كيحرث هو كيحصد هو كيدير كل شيء، ولاده عنده 4 ولا 5 كلهم في القرآن، كل شيء القرآن، وكلهم الحمد لله حافظوا القرآن. واحد يعني شلة عائلة، يعني عندنا ناس طلبة ماتوا 5 6 في المحال كانوا حافظوا القرآن الكريم.
هذا المجهود بارك الله فيكم انا كنخاطب الناس اللي هما هنايا، هذا الشيء راه ما بقاش، وراه سمعنا هنا دابا راه ما يمكنش نجبو وما يمكنش الله تعالى يعاوننا الا ما رجعناش لهذا القران الكريم نخدمو. الناس راه غفلوا بزاف كثير، يعني هاد الولاد اللي ولدتي ولا ولدتي انا الا ما قريناش القران اولا بارك الله فيكم ما تنفضل عندنا فيهم، ولكن الا قريتيهم القران هادشي ما غاديش يفوت. عرفتي الا قريت القران راك كتولي ملك من ملوك اهل الجنه، ماشي صاحب غادي تدخل الجنه، كتولي من ملوك اهل الجنه. في الحديث يعني الله تعالى فيه بس الوالد ولا الوالد لا قرأ ولا القران تاش لو قومت به الدنيا، يعني ثمن الدنيا اقل من هذا التاج. ثمن الدنيا ماشي اللي عندك انت، لا ثمن الدنيا كلها. ألبس والداه تاج لا تقوم به الدنيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيكم هاد الناس بكري اللي كانوا هكذا واللي هما ذكرناهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياهم. يعني احنا ما نكونوش بحالهم أو ما ماتوا، ولكن واش القرآن اللي قراه ولادهم ولا هذا مشى؟ لا والله ينفعهم يعني في آخرتهم. فبارك الله فيكم هذا الروح اللي كانت في البوادي واللي كانت في هذه القبيله هذه الليل، الروح اللي كان فيها بغينا هاتر، بغينا الجوامع يكونوا ودراري كيقراو في اللواح القران الكريم والقبيله كتعاون وكيولي ولا حتى شي دري قران شي طفل القران ديروا لي العش بهذه الكيفيه. بارك الله فيكم ندعوكم لاحياء هذا الشيء العظيم وهو القران الكريم، كيولي تقرا في الدواور كيولي القران. عرفتي الله تبارك وتعالى في الحديث كتكون جايه شي غضب من الله تعالى نازل، كينذر الله تعالى للصبيان كيقراوا القران في الواحد كيصرف عليهم هذيك المصيبه وهذاك العذاب. يعني القران الكريم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله في شيخنا الفاضل وعلى هذه الكلمات التي تدل على غيرته على القرآن وأهله، فنسأل الله تعالى أن يجعلها كلمات نافعة تصل إلى القلب وتنتج العمل إن شاء الله تعالى. إذن غادي ننتقل للأذان إن شاء الله باش نؤديو الصلاة وبعد ذلك نرجع إلى فقرات البرنامج. نواصل إن شاء الله تعالى برنامج حفل البهيج وحفل أهل القرآن مع جابر العريس الذي ختم كتاب الله عز وجل في الجمعية خلال 5 سنوات من الاجتهاد ومن التحصيل ومن المثابرة، فقد التحق بالجمعية سنة 2006 وله من العمر 15 عاما، يتميز بأخلاقه الطيبة وبإتقانه لأحكام التلاوة والصوت الجميل والأداء الحسن، فله الكلمة والحفل حفله والعرس عرسه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ومن خدام كتاب الله عز وجل، وأن يجعل هذه الأسرة المباركة جميعا من أهل كتاب الله عز وجل. فليتفضل جابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا أن لهم
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن جزاك الله خيرا على هذه القراءة الندية الطيبة التي تفتح لها القلوب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للمزيد من العلم والقرآن والسير على هذا الطريق الموصل إلى الجنة. وقبل أن تترك المكان بغيناك تقول شي كلمة للوالدين ديالك والشيخ ديالك والأساتذة والجمعية والحاضرين شي بنين بحالي والشباب الصغار اللي قدامك باش غادي تنصحهم ان شاء الله. بارك الله فيكم. باش كتشعر وباش كتحس بماذا تحس وانت قد ختمت كتاب الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر فقادي يا ولي فقي عبد الرحيم فقي اسم محمد فقي السحابي لا ما داروا معي من جهد كثير والوالدين ديالي والطالب والحضور. فاجأته بهذه الكلمة في الحقيقة، ولكن الحمد لله وإن كانت يعني كلمات قليلات فهي كلمات معبرة تعبر عن الفرح الذي يستشعره الطالب الحافظ لكتاب الله عز وجل حينما يلتحق بهذه الكوكبة الكريمة من حفاظ كتاب الله عز وجل. وهذه دعوة أضيفها إلى الكلمة التي ذكرها شيخنا الفاضل السحابي أننا جميعا مسؤولون عن هذا القرآن شيبا وشبابا، بمعنى لا ينبغي لأحد منا أن يستثني نفسه من هذا الطريق يقول أنا كبرت أو كذا، بل الجميع يجب أن يكون أن يبدأ في هذا الطريق وأن يسير على هذا الدرب وسيصل إن شاء الله تعالى مهما كان عمره ومهما كانت انشغالاته ومهما كانت أعماله. المهم أن تكون النية صادقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسرة أسرة آل العثمان كما ذكرت في البداية أسرة أهل القرآن، وأنتجت حفاظا وحملة لكتاب الله عز وجل. وغير باش نذكر الفقيه باش ما ينساش، راك لينا واحد الزرده هنا قبل من هذه حفل ديال بلال
وسيتقدم لقراءة آيات بينات من كتاب الله عز وجل، وكان عرسه هذه شي 3 سنين أو 4 سنوات إن شاء الله، والمسيرة جاية إن شاء الله. آل العثماني لا زالوا ينتجون إن شاء الله. تفضل السي بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس
الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بارك الله فيك طالب الفاضل بلال العثماني من هذه الأسرة الطيبة. ختم القرآن الكريم بجمعية الإمام أبي شعيب، ثم انتقل بعد ذلك وقضى سنتين ببني ملال في مدرسة الشيخ عبد الله بن المدني التي نرجو الله تعالى أن تفتح أبوابها قريبا، وبعد ذلك قضى سنتين ولا يزال بمدينة طنجة، فنسأل الله تعالى أن يوفقه لمواصلة الدرب في طريق القرآن الكريم. والآن مع كلمة لشيخنا الفاضل سي محمد القشيري، فليتفضل مشكورا يحدثنا حول واقع القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. وفي الحقيقة يعني الذي لدي أولا يعني الشعور ديالي وأنا بين شيوخ القرآن وطلبة القرآن الكريم، فيعني سأكون من أول المستفيدين إن شاء الله للازدياد يعني في الإقبال على كتاب الله عز وجل، يعني حفظا وقراءة وطلبا للمعنى، وأدعو نفسي وإخواني أن نكون من أهل العمل بالقرآن الكريم، يعني لأن القراءة الأولى التي استمعنا إليها يعني بعد قوله تعالى إن الله يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. طريق العلم، والأمة تحتاج إلى علماء، إلى علماء قراء وإلى قراء علماء، لأن يعني قديما في يعني في عهد الصحابة كان إذا قلت قارئا بمعنى عالما، ما كانش ينفصل القرآن الكريم على العلم، ولهذا في صحيح الإمام البخاري كان القراء أصحاب مشورة عمر، كان القرآن أصحاب مشورة عمر. شكون القراء؟ بمعنى العلماء، بمعنى العلماء. يعني فسبيل العلم، سبيل العلم أولا القرآن الكريم، وخير ما علينا أن نتنافس فيه ابتغاء مرضات الله وإخلاصا لرب العالمين هو أن نكون علماء. فهذا قريب من قوله تعالى يعني مثل ذكر الله تعالى يعني عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير واجعلنا للمتقين إماما. ثم يعني تأملوا في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون يعني وجات يعني في المضارع بمعنى يعني ذلك حالهم وذلك ديدنهم وذلك يعني يواظبون على تلاوة القرآن الكريم، ولكن هذه التلاوة لا تنفك عن العمل، لا تنفك عن التطبيق، بل هي مقترنة بإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله. هنا ذكر إقام الصلاة والإنفاق يعني رمز للأعمال الصالحة كلها، رمز للأعمال الصالحة كلها. فعلي يعني فعلى كل واحد منا معشار الشيوخ ثم نحن معشار الطلبة، على كل واحد منا أن يقرأ القرآن الكريم بإيمان، بإيمان
من باب قول ابن عمر كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، باش الآيات القرآنية ملي تنقراوها أولا نعجب بها ونتأمل فيها ونتدبرها ونحكم على أنفسنا من خلالها. ملي تقرأ مطلوب مني ومنك يا أخي الكريم حينما تقرأ في القرآن الكريم صفات المتقين وصفات المحسنين وصفات العاملين، تحكم على نفسك تقول أين أنا من هذه الصفات ومن هذه يعني الآيات. هذا هو المطلوب، هذه هي القراءة النافعة. كذلك حينما تقرأ يعني صفات المشركين والمنافقين، وحينما يأتي في القرآن الوعيد لهؤلاء المشركين والمنافقين والفاسقين، يعني أنت تقرأ وأنت تخشى الله، تخشى الله أن تصيبك أن تكون فيك خصلة من خصالهم الذميمة، وأن تكون في علمك وفي طلبك للعلم وفي حفظك للقرآن وفي تعمقك وفي حرصك على مزيد من معرفة قراءاته ورواياته وضبطه ومعانيه، ما يوقفش الفقيه غير عند الرسم والضبط والرواية والقراءة وينسى المعنى، لا، لأن المعنى هو الغاية الكبرى، ثم أكبر منها العمل وتقرب إلى الله عز وجل، حتى ما يبقاش إنسان، لأن ممكن إنسان ينشغل، قد ينشغل إلى درجة فيها مبالغة، حتى أنك تجد بعض الأنصاص ولا بعض ما ذكره بعض الحفاظ هو من نافلة في الحقيقة، يعني من نافلة القول ومن المبالغات، يعني اللي يعني الإنسان لو أراد قراءتها كلها يعني ما يجد وقتا لتدبر القرآن ولقراءة التفسير ولأدوات الفهم لعلوم الآلة من لغة ومن أصول، لأن راه يعني كما قال الفقيه ديالنا يعني كذلك الطالب لا فاصل راه الفقيه. وما معنى كلمة الفقيه؟ غا حافظ وكان غير حافظ، لا، حافظ ويفهم، خصو يطلب العلم ولا يلا وقيل بسم الله إلا ختم يعني حفظ القرآن الكريم. وفين العلوم الأخرى؟ فين اللغة العربية؟ فين التوحيد؟ يعني شحال من واحد راكم عارفين يقول هو تيقولوا ليه الناس فقيه هو مشرك بالله. إذن أنا مستفاد، هذا كمثل الحمار يحمل أسفارة. لا، أنا أعيد نفسي والحاضرين والإخوان الحمد لله الذين يقومون بجهود في نشر القرآن الكريم، أعيد نفسي وإياكم جميعا أن نكون يعني كهذه الآية التي ذكر الله عز وجل، يعني حافظ القرآن مشرك، حافظ في حين الآيات اللي قرينا الآن، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الإخلاص، أوصي نفسي وإياكم، أوصي نفسي والشيوخ والمعلمين والطلبة بالإخلاص في قراءة القرآن وفي نشر القرآن الكريم. ما يكونش الإنسان عنده تينتظر يفاصل ولا ينتظر يحصل على القراءة والروايات ولا ينتظر العلم، كله من أجل منصب، من أجل مكاسب دنيوية، من أجل نفوذ، من أجل سلطان، من أجل وجاهة. أعيذ نفسي وإخواني والحاضرين، لكن هذا الشيء أنا خايف على رأسي قبل ما نقول لوحد آخر، يعني أن يقرأ شيئا من أجل وجاهة أو من أجل لفت أنظار الناس. إن الذين يتلون كتاب الله والعمل وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والإخلاص يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إذن وهذا الإخلاص سيتجلى في الصبر، سيتجلى في الصبر. أولا المخاطب من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، خصوصا في زمن الغربة الثانية، غربة القرآن كما ذكر الفقيه. القرآن دابا غريب، هذا الجو الذي نعيشه الآن يعني أصبح قليلا،
يعني احنا كنا يعني كنت انا اذهب من المدينه للباديه لحضور بعض اعراس يعني القران عند بعض يعني قرابتي او عند بعض من اعريف او يعني مره حضرت انا والفقيه يعني في واحد العرس حضر فيه يعني مصطفى العلوي رحمه الله اللي كان وزاره الاوقاف الشيخ العليم وبكى بكى يعني في ذلك اللقاء بكى قال سبحان الله يعني هذا حافظ القران هذا حافظ القران وهذا الشاب يعني حفظ القران على يعني خص يكون له واحد الاهتمام من طرف الدولة ومن طرف الأوقاف ومن طرف قال لكم يا الله حاضرين ديك الساعة هذا باش اش من عمادين يعني ربما كرتا 15 ولا 20 عام 74 الفقير الله يجازي بخير عقل على انا باش غتعقل عليه وبدا تيبكي قال لكم يا الله حاضرين ها عويطة ها نوال ها هذا هكذا قال كذا هادو غتجري فأجهش بالبكاء الرجل الشيخ يعني سنا وعلما والله يبكى حينما يعني بكى وابكى يعني ابكى بعض الحاضرين كيف يعطى هذا الاهتمام لمن يلهو ولمن يلعب كيف تبذر اموال المسلمين على امثال هؤلاء المهرجين وينسى حمله القران اذا حمله القران شيوخا وبالخصوص الشيوخ وأوصي نفسي وأنا أساهم مساهمة متواضعة في بعض إعطاء بعض الفوائد كتعليم التجويد والتفسير و يعني كل من يعلم القرآن الكريم من أي باب من الأبواب علي أن يصبر وأن يتودد إلى الطلبة وأن يكون هو سبب نفور الطلبة منه يعني يتودد ويصبر يعني ما ويتسامح أحيانا ويعفو عن من يتغيب وعن من فهمتي ويتواضع يكون يعني تواضع يكون تواضع من طرف المعلمين ويعني ويشوفوا أن الفضل أولا وأخيرا لله ذلك الفضل الكبير ثم أورثنا يعني حامل القرآن لأن أين احنا وما بكم من نعمة فمن الله إذا حفظت وإذا قرأت وإذا رتلت القرآن وإذا جودت وإذا فهمت شيئا من القرآن وإذا اهتديت شيئا بالقرآن فكل ذلك من نعم الرحمن سبحانه وتعالى الله هو الذي حملك هذه المسؤولية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفاك الله اصطفاك الله يا صاحب القرآن فمنهم ولكن هم أقسام الله قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وذكر الله يعني لهم الجنة وذكر الله يعني لهم النعيم إذن فلا بد من استمرار لا بد من استمرار لأن هذا الطريق خصك تبقى تقرا حتى تلقى الله ولهذا لا قريتي سير النبلاء من أهل القرآن إلا قريتي يعني في كتب السير وفي الكتب الخاصة بالقراء فهم لا يفترون عن قراءة القرآن الكريم ولا يفترون ولا يتقاعصون عن تعليمه وتجدهم متخلقين بأخلاق القرآن الكريم فلعل يعني كل الطلبة يسمعون ويعرفون أو قرأوا بعض أبيات الإمام الشاطبي وقبله الإمام أبي عمرو الداني يعني أهل قرآن وأهل أخلاق أهل تواضع الشاطبي رحمه الله يعني في قصيدته في مطلعها وفي نهايتها يعني يذكر ويتواضع ويقول لك إذا رأيت يعني خللا في هذا النظم يعني فاغضض عنه الطرف وأصلحه يعني بمعنى أن هذا النظم قابل للإصلاح وفيه يعني وهو إمام كبير هدى الله به المغرب والمشرق وما زالت الأمة يعني تستنير من خلال تلك القواعد يعني العظيمة في قدرها المقربة المبسطة يعني في شكلها يعني سهل بها الله تعالى سهل الله بعلمه حفظ هذا القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم فلهذا يعني فنحن الحمد لله يعني والله الكلمات والله الكلمات لا تسعف يعني ما نشعر به ولا تسعف يعني الخواطر كلماتنا عاجزة وقاصرة أن تعبر عن الجو
الذي نحن فيه، ولكن لنكون كما قلت وأقول لنفسي أولا وأخيرا، تلاوة للقرآن وعمل وإخلاص ودعوة وتعليم وجهاد بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ونعوذ بالله من الذين يقرؤون القرآن قد تجد بعضهم تاركا للصلاة، حتى قال قائل لعله صاحب لعله ميارة، حتى قال أما الذين يقرؤون القرآن فإنهم على سبيل الشيطان. تذكر لهم واحد الأمر قال لك ترك الصلاة له مشهور، أنا ما بقيتش حافظ الأبيات، قال لك ترك الصلاة له مشهور، لكن يتكلموا على هذيك الفئة اللي غير قرأوا القرآن يعني فقط من أجل القراءة، لا فهم لا عمل لا إخلاص. إذن معشر أهل هذا الزمان خصنا نجدو، يجب أن نجدد علاقتنا مع القرآن، يجب أن نحافظ على ما كان من تفان وتعظيم وتقديس إنجاز التعبير للقرآن، وتبجيل كما ذكر يعني الفقيه السحابي، فعلا حضرنا يعني للذي يحتفل به يرفع تيهزوه بالشرج دياله من فوق يعني الحصان العود ديال نقولوا احنا ديال السنح، يعني احتفالا به وتبجيلا يعني له. ولكن المطلوب ان نعلم كاين القرآن وكاين تطبيق القرآن وبيان القرآن وهو السنة، فصاحب القرآن أولى وأحرى أن يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين قوسين ما نقولش حرام، يعني أنا نبغي نشغل الطلبة غير بالقرآن، ما نبغيش نشغلهم بالأناشيد، ما عندنا ما ديروا بهذه الأناشيد، اللي بغيت غير نشد لك موجودي، بغيتي تصحاب الأناشيد فقط أرى ما عندك، وبغيتي من يرتل ومن يجود ومن يقرأ بخشوع ومن تؤثر، يعني كما في الحديث إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله. بغينا هذاك اللي يقرأ القرآن، وأعوذ بالله من الرياء وأعيد إخواني، الله يتقبل منكم جميعا، والله لنفوسنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، ما نبغوش الجهود ديال الشيوخ وديال الطلبة وديال اللي فاق بكري وديال اللي هو قضى العمر دياله كله في عناء وفي تعب وفي نصب من أجل القرآن، يعني يكون يعمل العمل من أجل الناس ولا من أجل الدنيا. نعوذ بالله نعوذ بالله، والله محتاجين الذي يقرأ خاشعا ويجعل القلوب تخشع وتزداد إيمانا. إذن كذلك نستعين بكل ما يقوي إيماننا ومن يدعونا إلى الإيمان ومن يذكرنا بالله وبتوحيده وبأسمائه وبصفاته وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار، والله يرزقنا يعني قدوات، والله يجعلنا نكون قدوات صالحة. إذن فالمهمة مهمة شاملة، المهمة ديالنا شاملة، ويجب أن نتجند وأن نستعين بالله عز وجل. ومن الأسباب التي تشجع مثل هذه السنة الحميدة، مثل هذا اللقاء ومثل هذا الحفل الذي أسأل الله عز وجل شخصيا أن يبارك لأهل الحفل للذي أقام الحفل للأخ ديالنا السي العثماني، وأن يبارك فيه وفي أبنائه الذين حفظوا القرآن، وأن يوفقنا جميعا وأبناءنا وأزواجنا أن نكون من أهل القرآن، وخصوصا ممن ذكروا في الحديث الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. استسمح سي عبد اللطيف، ربما تجاوزت القسمين، الله يجازيك بخير، والله يتقبل منك، الله يقويك، والله يتقبل من الحاضرين جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله في شيخنا الفاضل ونحيي فيه غيرته ومجهوداته المباركة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة، ولولا الوقت الحمد لله لكان المجال أوسع وأفسح، ولكن أنا أردت أن تكون هذه الكلمات إن شاء الله كلمات الشيوخ والقراءات التي سمعناها والتي سنستمع إليها يعني كباقة ورد،
يدلي كل واحد والحمد لله بدلوه. فمعنا والحمد لله شيوخ ما بغيناش نتحرموا حتى من شي واحد. ومره حضرت واحد المجلس كانوا فيه علماء شيوخ، كان منهم الشيخ صحابي وبعض الشيوخ من السعوديه وبعض الشيوخ من الكويت. المهم انه كان يعني واحد هذه تقريبا شي 20 سنه كان واحد الحفل طيب. المهم انا لازلت اذكر يعني ما تذكرتش شنو قال سي صحابي في ذاك الحفل، ولكن اذكر احد هؤلاء الشيوخ انه لما شاف يعني العلماء الحمد لله وكل شيء الناس ما بغاوش يتحرموا من الكلمات ديالهم، خدا الكلمه قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حتى ختم خطبه الحاجه، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. هذه الموعظه اللي عقلت عليها كانوا شي 10 ديال الشيوخ، ولكن هذه اللي بقات لي في الذاكره. المقصود وهو ان الحمد لله ان نغرس شيئا في 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 هذه الذاكره، والحمد لله يعني كلمات الشيوخ كلها متكامله وكلها تصب في مصب واحد وهو التشجيع على حفظ كتاب الله ومواصله الطريق. فنرجو الله تعالى ان يتقبل من شيخنا الفاضل السي القشيري، وننتقل الى اسماعيل كيسان وقراءه بقراءه الكسائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما
في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أخانا الفاضل القارئ إسماعيل كيسان على هذه القراءة الطيبة من قراءة الكسائي رحمه الله. وننتقل إلى المداخلة الأخيرة للأستاذ الفاضل مبارك الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دين الله حتى أتاه اليقين من ربه. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا في هذا الحفل المبارك، وهذا بفضل الله علينا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الحافظ وفي هذا الشاب الطيب السيد ياسر. لكانوا الحفاظ يحملونهم على الخيول، والله العظيم لو كان جانا نهزوا على ظهري، إكراما له وإجلالا له وتعظيما لكلام الله عز وجل. كذلك تعلمون أن هذه الجلسة في الحقيقة هي في علم الله القديم الأزلي. يقول أحدهم: لا تجزعن فبعد العسر تيسير، وكل شيء له وقت وتقدير، وللمقدر في أحوالنا نظر وفوق تدبيرنا لله تدبير. زيادة على هذا الخير أن هذه البقعة ستشهد لنا يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشهد لنا وأن لا تشهد علينا. الأخ أذن، أنتم تعلمون أن صحابي أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنت كان عارفك تحب الغنم والبادية، فإذا يعني أذنت فأذن وارفع صوتك بالآذان كما تعلمون، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء
إلا شهد له يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تشهد لنا هذه البقعة بما عملنا. ونحن والله العظيم أنا خاصة وأنتم كذلك جئنا لوجه الله الكريم، جئنا احتفالا واحتفاء بهذا الشاب المبارك الطيب الذي وفق من الله عز وجل حتى حفظ كتاب الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه كذلك بكتاب الله. الذي يحفظ القرآن هو يحفظ القرآن والقرآن يحفظه. وأنتم تعلمون يعني هادشي معروف، يعني هذا من باب تذكير، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكفانا شرفا وكفى شرفا لحملة كتاب الله هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها المؤمنون، باختصار كان شعار الصحابة وشعار السلف الصالح كلهم إذا سمعوا من يعظهم وينصحهم ويذكرهم كان شعارهم كل واحد يخاطب نفسه ويقول: بالله يا نفسي اسمعي واعقلي مقالة قد قالها ناصح، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. هذا كان شعاره: بالله يا نفسي اسمعي واعقلي مقالة قد قالها ناصح، لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. أيها المؤمنون، الآن يعني المعلومات كثيرة ولكن المعمولات قليلة. ربما حكيت الإخوة واحد المرة أنا ركبت مع واحد مول تاكسي ومعنا واحد سيدة يسحب لي أنا أجنبية، والله العظيم من خلال ديك الكسوة وديك البروتوكولات اللي دايرة أنا يسحب لي أجنبية. سولت هذاك مول تاكسي، كان يوم الجمعة، قلت له شحال في الساعة؟ قال لي ما عنديش. قلت له أنا سولتك غير على الجمعة واش هادشي دايرو في حسابك؟ والله العظيم دار لي هكذا. لا 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 هكذا. قلت له اسمك؟ قال لي اسمي الحسين. مع احتراماتنا لشي واحد اللي اسمه الحسين. قلت له السير حسين، راه بغيت نتكلم معك شويه في الدين وحشمت، لان انت مسلم، باك مسلم، مك مسلمه في بلد اسلامي، لو كان اسمك مثلا جورج ولا روبير ولا كذا انت مسلم. قلت له راه تعظيما لهذا اليوم القران الكريم اللي كنعرفوا 60 حزب يعني 114 سوره، تعظيما لهذا اليوم الله سمى سوره بكاملها سوره الجمعه. انتم كلكم عارفين الجاهليه كانوا كيسموا يوم العروبه. انا كنتمنى كنتكلم مع داك مول الطاكسي ولكن في القلب ديالي والله يعلم قلت يا ريت لو كان هاد البنت تعرفني اش كنقول، يسحبني للصرامية وهي راه غير رحمانية وقيلة عيت بلدت هي. هذا هو المشكل يا اخي، كلنا حنا الان تبلدنا. واحد كيقول: زمان كله لجب وضوضاء واهله بحب الذات مرضى، وصار لذة احلاس جهل يرون إجابة الشهوات فرضا، تمدن جاهل فأتى فريا وأعرض جامد فانحط أرضا، فلا هذا بعهد الله أوفى ولا ذا شرعة الإسلام أرضا، تراوح أمرنا ما بين غال ورجعي يرى في البسط قبضا، فلا الإفراط أجدانا فتيلا ولا التفريط للخيرات أفضى، سل التمدين هل هو رش كأس وأوطار مع الغادات تقضى، وطرح للفضائل وانبعاث إلى حيث الهدى كالتوب ينضى، وتقليد بلا فهم وقول بلا علم وإلحاد وفوضى. المهم هذه البنت كانت منا لو كانت تعرف أش كنقول ظنيت أنها أجنبية. قلت له راه القرآن الكريم في سورة الجمعة الله كيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. هذيك البنت هي اللي قالت: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر، من اللي قرأتها أنا تفاجئت والله العظيم، أنا كيسحب لي أجنبية. المهم وصلنا لقضية اللحية، قضية اللباس. يعني كتجي شي أجوبة سبحان الله ماشي على الحسبان، ولكن في القلب ديالي أنا باغي لها الخير والله العظيم، الله على ذلك شهيد. المهم وصلنا لقضية اللباس، اللحية كذا كذا كذا، ركبنا من باب التوارق اللي كيعرف، ودخلنا وصلنا للتقدم. في الأخر هذاك مول الطاكسي انسجم معنا، وقفنا شي 10 دقائق. سولها مول الطاكسي قال لها: فين غادية؟ مع انه ذكرنا الحديث المعروف اللي في صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. والله العظيم هي اللي كملت الحديث.
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا سنة. هي لكملة الحديث المهم سؤولها مول الطاكسي قال لها في الغادية قالت له بهذا الحرف قالت له والله العظيم إلا تلفت ما تليتش عرف في الغادية عاد قالت لي أنا راه درست في دار الحديث الحسنية والله العظيم يا أخي قلت لها شوف يا بنتي أنا كنبيع الزيت وهذا مول الطاكسي لو كان نصحتينا أنت مرأة عرفتي النصيحة ديالك تعمل عملها في قلوبنا نكتبوها بالذهب ماشي بالذهب ولكن الفقهاء كيقولوا خالف فتواك تقواك الفتوى غادي هكذا وانت غادي هكذا اذا اليوم ايها المؤمنون المعلومات كثيره كل الناس قليل ولكن اين العمل يا اخي في القران الكريم وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون جاء واحد لسفيان الثوري اختم بها وقال له يا سفيان اني اشكو مرض البعد عن الله وهذا هو المرض الخطير الذي نشكو كلنا منه وهذا المرض يدفن مع صاحبه في القبر أما مرض الجسد كما تعلمون ينتهي بالموت قال هارون الرشيد رحمه الله كما تعلمون لما مرض المرض الذي توفي فيه لما ظهرت فيه الحاشية دياله قال لهم احملوني إلى قبري لأراه قبل أن أدخله قالوا فحملوه إلى القبر لما وقف على القبر نظر إليه وبكى وقرأ قول الله عز وجل ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه قالوا ورفع بصره إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه قالوا وأشار إلى الطبيب وقال إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير إذا مرض البعد عن الله هذا المرض خطير فسول هذا الطبيب الروحاني اللي بغى تقول أو طبيب إيماني قال له يا هذا عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفيه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله وما أحوجنا إلى هذه الوصفة الطبية فصاحب القرآن هو من السباقين إلى هذه الأخلاق رسول الله كما تعلمون لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه أو خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يوفقنا ويوفق أبناءنا وأزواجنا وبناتنا لما يحب ويرضاه أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين ونسأل الله تعالى أن يفتح بهذه الكلمات قلوبنا وأن يجعلنا من أهل العلم النافع ومن أهل العمل الصالح وقبل القراءة الختامية لا بد من الشكر أولا لله سبحانه وتعالى ثم الشكر لهذه العائلة هذه الأسرة الطيبة أسرة آل العثمان التي أنتجت ولا زالت تنتج حملة لكتاب الله وحفاظا يخدمون كتاب الله عز وجل أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يبارك لهم في أعمالهم وفي أعمارهم وأن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين يباهي بهم ملائكته يوم القيامة ثم الشكر لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي وجميع مؤطريها وعلى رأسهم الشيخ الحافظ أبي معاد محمد السحابي على ما يبذلونه من جهد في خدمة أبناء المسلمين وفي تحفيظ كتاب الله عز وجل هذا الشيخ الذي حفظ على يديه القرآن الكريم كثير من أبناء مدينة سلا وغير مدينة سلا والذين والحمد لله أصبحوا أئمة يقتدى بهم ويؤمون المسلمين داخل المغرب وخارجه ولذلك سنختم إن شاء الله تعالى بقراءة طيبة مباركة من أحد أجيال هذه المدرسة أسامة الإدريسي
وهو يشتغل الآن إماما لأم المسلمين في مدينة ليل الفرنسية، فليتفضل وليشنف مسامعنا، ونرجو الله تعالى أن يتقبل منا ومنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا
عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا